فهذا العلم العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى استدلال. وأما النوع الثاني فهو العلم المكتسب أو العلم النظري. العلم النظري هو ما يحتاج إلى وش قال في التعريف؟ وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. نعم، العلم المكتسب هو الذي يتوقف أو الموقوف على النظر والاستدلال. هذا العلم النظر كالعلم مثلا بوجوب تبييت النية في صيام الفريضة، هذا يحتاج إلى نظر والاستدلال، ولا يحصل ضرورة. طبعا المؤلف ذكر هذا لنعلم بأن الفقه وبأن أصول الفقه أو الفقه خصوصا منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. فالضروري مثلا كالعلم بوجوب الصلاة، هذا علم ضروري في الدين، ضروري من ضروريات الدين. العلم بوجوب الصيام، العلم بوجوب الزكاة، هذه أمور يعني تعلم من الدين بالضرورة، هذه علوم ضرورية في الفقه. وهناك علوم نظرية وهي التي تحتاج إلى في إثباتها إلى تأمل وإلى استدلال. فهذا العلم البشري أو العلم الحادث إما ضروري وإما مكتسب، والمكتسب كما تقدم هو الذي يسمى بالعلم النظري، وهو ما يحتاج ويفتقر إلى اكتساب وإلى نظر واستدلال. نعم، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نعم، يعني هو يبقى الإشكال في التعريف، ويقول النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وهنا لما عرفنا النظر وش قلنا؟ قدنا مش قلنا في النظر؟ مش قلنا في الفكر؟ سيتو؟ نعم؟ في ماذا؟ معقولة هذه حركة النفس؟ هذا ما هو؟ الفكر. والنظر ما هو؟ نعم، النظر هو الفكر. تيقن ترادف، يعني ما نقولش مترادفا، من باب التقارب. تقارب تفضل، تقارب ليس من باب الترادف. الآن يعني إذا عرفنا النظر نقول بأنه النظر هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. والمؤلف عرف النظر بأنه الفكر في حال، يعني التفكير في حال المنظور فيه. الاستدلال هو طلب الدليل. فحينئذ يكون النظر أعم من الاستدلال. لماذا؟ لأن الاستدلال هو طلب الدليل حتى نصل إلى مطلوب تصديقي، حتى نصل إلى مطلوب تصديقي. طلب الدليل أو الاستدلال يعني البحث عن هذا الدليل الذي يوصلنا إلى
المطلوب التصديقي الذي هو النتيجة. والدليل تقدم تعريفه، الدليل في اللغة ما هو؟ قال المؤلف والمرشد إلى المطلوب، سواء كان هذا المرشد حسيا أو مرشدا معنويا. فالمرشد الحسي مثلا من يرشدك إلى طريق معين، تسأل أحدا فيرشدك إلى الطريق، فهذا مرشد حسي. قد يكون المرشد معنويا كقوله تعالى من ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، دليلا ومعنى قوله دليلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يعني مرشدا معنويا. فالشمس دليل على الظل، ولا الظل دليل على الشمس، الظل تدل على الشمس ولا الشمس دليل على الظل؟ الظل يدل على الشمس. نعم. لا، الله عز وجل جعل الشمس دليلا على، ثم جعلنا الشمس عليه على الظل دليلا، الشمس سابقة للظل. ولم يقع في أيهما أول، الدجاجة أم البيضة؟ لكن الله عز وجل جعل الشمس دليل على الظل وليس الظل على الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا أي علامة، فالشمس هي علامة على الظل. نعم، لأنها سابقة على الظل، هي نعم. لذلك قال ثم قبضناه إلينا، وذلك عند استواء الشمس في وسط السماء، يعني ينقص هذا الظل. فالآية تدل على أن الشمس هي الدليل على الظل، فليست المسألة كمسألة البيضة والدجاجة. نعم، هذا الدليل، الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء كان حسيا أو كان معنويا. ما هو الدليل في الاصطلاح؟ نعم وما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه يخرج فاسد النظر، نصل به إلى مطلوب وما تطلبه النفس مطلوب خبري، فيخرج بذلك أيضا ما ليس خبرا وهو الإنشاء. هذا هو الدليل. طبعا سيأتي الكلام عن الأدلة المراد بالأدلة في أصول الفقه. قال هذا الدليل، والدليل لا شك أنه أن الأصل في الأدلة أنها تفيد القطع واليقين، وأحيانا لا تفيد ذلك، ولهذا ذكر المؤلف ما لا يفيد القطع واليقين بعد أن ذكر العلم الضروري الذي يفيد القطع واليقين. ذكر أن العلم المكتسب قد يكون بالظن وقد يكون بالشك وقد يكون وهما.